ملعب فرانسفيل مسرحا لقمة مباريات المجموعة الثانية والتي تجمع بين منتخبي تونس والسنغال في مواجهة من العيار الثقيل يصعب التكهن بهوية الفائز بها في ظل الدوافع التي يمتلكها كل منهما من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية. وفدنا نافع بن عاشور والمزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من هذا الفندق أين يقيمان معا في مدينة بونغوفيل وفي نفس التوقيت تقريبا سيخرج منتخب تونس والسنغال باتجاه مدينة فرانسفيل ليلتقيا مجددا لخوض أولى مباريات البطولة مساء الأحد. بالنسبة لنصور قرطاج وبعد تعافي متوسط ميدان ساندرلاند الإنجليزي وهبي الخزري ومدافع فالنسيا الإسباني أيمن عبد النور من الإصابة، تنفس أونري كاسبرتشاكا السعادة قبل مواجهة هامة قد تمثل مفتاح البطولة للتونسيين قبل ملاقاة الجارة الجزائر في الجولة الثانية. سنلعب من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات وسنرى ما ستسفر عنه باقي النتائج في وقتها. هدفنا الأساسي في هذه البطولة هو إثبات صورة المنتخب التونسي القوي في القارة السمراء. سنأخذ كل مباراة على حدة وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج واستغلال الانسجام بين اللاعبين. السنغال هي بلد كرة القدم ولديها فريق جيد. بالنسبة لي هو أمر ممتع أن أواجه لاعبين دربتهم في وقت سابق. أنا سعيد جدا لملاقاتهم مرة أخرى. قبل مقابلة هامة سرتو معناها المجموعة متاعنا هذول مغلب برشا لاعبين جدد في المجموعة. أكيد باش يكون حافز معنوي ونفسي. من الجهة المقابلة ستعمل أسود تيرينغا بقيادة المدرب والنجم السابق اليوسيسي على ضمان انطلاقة قوية في المجموعة أمام منتخب تونسي شكل عقدة للكرة السنغالية في البطولات الإفريقية، خاصة أن المنتخب السنغالي في نسخة 2017 يمتلك العديد من الأسماء الرنانة ومجموعة منسجمة مثل ما يلوح في هذه التدريبات أو الرقصات. المنتخبان التونسي والسنغالي أكمل التحضير للمباراة الأولى هناك في مقر إقامتيهما في بونغوفيل من دون خوض ولا مران على الملعب الرئيسي، بعدما حرمت اللجنة المنظمة بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي المنتخبات الأربع من التدرب على ملعب فرانسفيل حفاظا على الأرضية. نافع بن عاشور بإن سبورتس من كأس أمم إفريقيا الجابون 2017 فرانسفيل.